اهلا بالسي طاهر. اهلا دكتور طاهر مستكلف لي زفيرات نتاع الكتيلات ولي زفيرات نتاع الشركات ولي زفيرات نتاع لي مينور ولي زفيرات نتاع الفور ولي زفيرات نتاع التاكسيات ولي زفيرات نتاع لا دروغ. المفتش الطاهر والابرنتي ديالو أسطورة الكوميديا الجزائرية، صنعوا البهجة وقلبوا موازين الفن وخلقوا حالة فنية صعب تتعاود. الثنائي اللي جمعاته صدفة عملوا أفلام محالة تموت وما زالت حية في ذاكرة الجمهور. الكور 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 أو دادا ملكو كاو على ديد واش يخضر فينا. الكور 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 الكور. لكن كيما يقولوا لكل أسطورة بداية. مليحة الدوارة يا مرحبا. وكيفاش شريتها في هذا السوق ولا شريتها من سوق آخر؟ لا طوال الناس اللي يقولوا لي. عرفتوا هذا اللي رافد الميكروفون ويحاور في الشيخ؟ هذا الحاج عبد الرحمن المشهور بالمفتش الطاهر اللي ما عندوش الله غالب. من مواليد 12 أكتوبر 1940 بتيلي ملي بالجزائر الوسطى. تربى وكبر في بيلفور بالحراش، تخلي الكشافة الإسلامية وانضم لفريق التمثيل، وكي كبر دخل يخدم في استوديوهات التسجيل أفريكا بباب الواد. وبعد الاستقلال التحق بقسم السينما بالإذاعة والتلفزيون كمصور، وكان متأثر بزميل ليه اسمه الطاهر حناش اللي كان ينحدر من ولاية جيجل. الحاج عبد الرحمن كان عاشق للفن، الشيء اللي خلاه يخدم ويدرس التمثيل في معهد الموسيقى والفن الدرامي بالعاصمة على يد علال الموحد، ثم اكتشف موهبته في كتابة اللقطات والسيناريوهات. وأول تجربة فنية له أعطاها له المخرج سليم رياض في فيلم الطارق. إخواني موضوع هذا الاجتماع، ومن يومها بدا يفكر في شخصية بوليسية تنحضر من ولاية جيجل تتعرض لمواقف كوميدية. في الوقت اللي كان فيه الحاج عبد الرحمن يكون ويسقل في موهبته، كان لابرانتي يمثل في المسرح. ايه قصته قصة. كيفاه؟ ماكا شوفوا وين راه؟ ماكش عارف وين؟ انا نلقاه. اسمه يحيى بن مبروك، مولود في العاصمة في 30 مارس 1928. هو ثاني انخرط في الكشافة الإسلامية. اكتشفوا المسرح الكبير مصطفى كاتب واعطاله أول دور في 1940، تقاسم الركح مع أسماء كبيرة. ولما تكونت الفرقة المسرحية لجبهة التحرير الوطني كان من الأولين اللي انضموا لها. لكن يحيى حبس التمثيل لمدة عامين بعد ما تقاس في حادث التفجير البيت اللي كان متخبي فيه علي لابوينت وحاسيبة بن بوعلي والشاب عمار ياسف عام 1957. بوناستاردس. وفي بداية الستينات رجع للمسرح والتمثيليات التلفزيونية. في 1968 قام المخرج مصطفى تزراوي بإعداد برنامج منى وعادي، وشارك الحاج عبد الرحمن في وصلة تمثيلية. خاف كيف احكي لي واش الله. وفي نفس البرنامج شارك يحيى بن مبروك وقدم سكاتش اسمه بوغفلون مع عبد القادر وقاسم. شنو قيل اليوم؟ طلعت بكري للقاميرا. راك قالت يا شيخ اخيك عمرو ما يطلع في النهار القاميرا، دائما ديبار يكون في الليل. المصور نور الدين عادل والمخرج موسى حداد هما اللي لاحظوا الثنائي وجمعوا بيناتهم. زعما كل نكزك. ومن يومها خرجت ظاهره فنيه فريده من نوعها. الثنائي كان منسجم ويفهم بعض البعض بالعين والإشارة، سحروا الجمهور الجزائري بأعمال خالدة. ما تسكنش عليا وتعالى نقول لك وتعالى ما نسلم لك قمي جراسي ديالي ديالك. ألو تريد تضحك يا حمالتك؟ الو تروح تجيب لنا حد المرطوم بعدين احنا نكسروه. ما كان انسبكتور. اول فيلم عملوه كان سنه 1968 يحمل عنوان المفتش يقوم بالتحقيق. وقدموا اعمال سينمائيه لا تنسى مثل المفتش الطاهر ضد الفار. ما تصيريش حتى ندسكيتيو. المطاردة الجهنمية، فيلم يا داس اللي أخرجوا لامين مرباح
وفيلم عطلة المفتش الطاهر اللي تصور سنة 1975 واللي يعتبر من كلاسيكيات السينما الجزائرية. عمر عسكر بالمدافع. لابرنتي المفتش الطاهر يسجل هدفا وفيلم القيطة، بالإضافة إلى تمثيليات وسكتشات مثل الكياسون والبقرة. حبيت نلصق لي قطب السيفدر. واش بيك تعيط؟ واش بيك تعيط؟ كي سقسيتك تحت السماء تحت الكليعة؟ أيوا ما تسقسينيش يرحم والديك، ما تسقسينيش. إلى ليكا خلتي الحاجة. فات شمعة الفنان الحاج عبد الرحمن في أكتوبر 1981 وهو عنده غير 40 سنة، وخلى وراه شخصية فنية يعشقها الكبير والصغير، وخلى لابرانتي اللي توفى في أكتوبر 2004 لكن قبل ما يغادرنا فتح قلبه واعترف للجمهور. إما فالي تروازا باش يعني فطنت، يعني فطنت كيفاش نحس روحي تعرفي قفة بلا يدين هكذا كانت.